السلام عليكم، في حال انكم سرقة من زمان فيديو جيب القناة، وانا بهذا الفيديو تفتيح باكجات السكواد باتل، فبتمنى بالما نبدا دعمك بزر لايك وتشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك. طبعا لعبت الاسبوع الماضي 45 مباراة، الاسبوع اللي خلص المفروض امبارح ووصلت للاليت 1 اللي هو قبل التصنيف فورا، فراح يعطوني باكجات ان شاء الله جدا ممتازة، وحاليا نازلة تشكيلة الزومبي، فبتمنى انه يجينا شي لاعبين جدا ممتازين. فخلينا حاليا ندخل ونشوف جوائزنا من السكواد باتل. طبعا مثل ما قلت سابقا جبت اليت 1، فتقريبا عندنا 39800 كوينز وباكجين ميجا باك. باكجات صراحة يعني تعتبر مو هالممتازة لكن جيدة، ما بتتقارن بالفوت شامبيونز، لأن الفوت شامبيونز صراحة شيء تاني يعني جوائزه. فخلينا نروح الآن على أول باكجات. طبعا عندنا باكج اللي بيعطونا إياه هدية كل أسبوع، وخلينا يعني نفتحه أول شيء، وبسم الله يا رب يكون هيك شيء باكج ممتاز، نتأمل إنه من بدايتها شيء يجينا شيء لاعب. يلا يلا يا رب يا رب يا رب يا رب. مين؟ لا 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 لا، من بدايتها باكج سيء. اوكي خلينا نروح على باكج ال 35000، باكج الميجا باك. يا رب يا رب يجينا شي لاعب ممتاز. اوكي وين الباكج؟ وبسم الله يلا يلا يا رب يا رب يا رب يا رب شي لاعب ممتاز هيك يكون يعني لاعب زومبي. اوكي شاشات، يا رب يا رب شي لاعب ممتاز، متأملين يجينا شي صراحة اسباني. يا ربي كربخال، لا لا لا، خون فران، خون فران صراحة ممتاز لكن اكيد ما راح يجيب سعر. والله باكج جدا عادي، ما في غير خوان فران هو افضل لاعب طلعنا فيه. اوكي اخر باكج من باكجات الميجا باك، طبعا راح اورجيكم ايضا باكجات بعد، راح نجيب باكجات. خلينا نشوف. بسم الله يا رب يا رب يا رب، زومبي 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 زومبي، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. مين 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 مين؟ يا رب يجينا شي لاعب ممتاز اسباني. مين في اسباني سي بي؟ مين؟ بارترا. يا سلام، شوف شوف يا الله، شوف شوف دخلة الزومبي بس. يا سلام، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اهم شيء طلع لي لاعب زومبي. اخيرا 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 اجاني شي لاعب بيسوى. الله عليك يا بارترا، الله عليك. اوكي مين في معك؟ في معك شي حدا ولا كيف؟ عنا بارولو، موريال، وباقي اللاعبين جدا عاديين، كوندوبيا. خلينا نروح ونشوف قديش سعر بارترا يا حبيبي بالسوق. يا رب يكون هيك بيجيب له شوية سعر. بسم الله. اوكي 50 أو 40 ألف، يعني شيء ممتاز صراحة من جوائز السكواد باتل، صراحة يعني يعتبر شيء جدا ممتاز. وحاليا ايضا رح ورجيكم يعني باكجات اللي اعطوني اياها الاسبوع الماضي، اجتني باكجات واجاني فيها لاعبين جدا خرافيين، فخليكم الان مع الباكجات. طبعا الاسبوع الماضي ما كنت عم صور لما طلعت لي الباكجات، فعملت لها حفظ من البلاي ستيشن، فهذا الفيديو قدامكم. مثل ما انتم شايفين اول شيء طبعا شغلت الفيفا، رح اخذكم فورا حاليا على الباكجات. طبعا الاسبوع الماضي كانت نازله تشكيله اللاعبين الهيرو، فمثل ما انتم شايفين جبت اليت 3 الاسبوع الماضي، لكن هن بيحطوا صوره اليت 1 ما بعرف ليش، فاجانا فيها 20000 وثلاث باكجات. الصراحه كانت باكجات يعني ايضا جدا ممتازه، رح تشوفوها الان. مثل ما انتم شايفين كان معنا باكج ال 15000 اللي بيعطونا اياه كل اسبوع، ففتحت طبعا باكج ال 15000، كنت متامل انه يجيني فيه شي لاعب ممتاز. اجانا فيه لاعب عميل مالك مو شاشات، ماني متذكر مين صراحه اللي اجانا، تقريبا موريلو لاعب اشبيليا، او عفوا لاعب فالنسيا، ما كان هالباكج الممتاز. طبعا الباكج اللي بعده اجانا فيه ايضا لاعب جدا جدا ممتاز صراحه، فتحت الباكج كنت متامل طبعا شي لاعب ممتاز، وطبعا اول ما شفت علم البرازيل يعني تاملت الصراحه، وشفت يعني انه ممكن انه يجينا نيمار، فاجانا ار دبليو، كان يا حبيبي اللي هو ويليان. ويليان كان صراحه سعره جدا غالي الاسبوع الماضي، كان تقريبا بحدود ال 40000 كوينز على ما اتذكر، يعني خلينا بس نشوف هيك كم كان سعره. طبعا ايضا طلع لي فاسكيز وقتها بالباكج، فسعر ويليان كان بحدود ال 40000 مثل ما انتم شايفين. كان لاعب صراحه جدا ممتاز، ويعني تفتيح باكجات بشكل عام كان الاسبوع الماضي يعني جدا ممتاز صراحه. طبعا مثل ما انتم شايفين بقي معنا باكجين، هذا الباكج فيه 10 لاعبين ذهبيين، 3 عميل معه، باكج 25000، وايضا اجانا فيه صراحه لاعب يعني ما بعرف هل اقول ممتاز ولا لا، اجانا فيه انفورم، كنت متامل بشيء انفورم ممتاز. اول ما شفت طبعا علم استراليا الاسبوع الماضي عرفت مين هو هذا اللاعب، كاهل، تيم كاهل اللي سجل هدفين بمنتخب سوريا وطلعوا من التصفيات على اثر هالهدفين، يعني ما عرفت افرح انه طلع لي لاعب بجيب سعر ولا ازعل على خروج المنتخب الصراحة. والله حرام يعني، وحتى ما كان بيجيب سعر، يعني قلت ممكن انه يجيب سعر، ممكن يفيدنا بشيء، والله اخر شيء مثله كيكسل هاللاعب، يعني ما بعرف شو اقول صراحة، يعني لما بيجيبوا لي انفورم راحوا جابوا لي كاهل. وطبعا وصلنا للباكج الاخير، باكج ال 25000 اللي هو افضل باكج كان بالاسبوع الماضي. طبعا اجانا شاشات، اكيد ها اجانا شاشات. طبعا اول شيء مثل ما انتم شايفين شفت علم كولومبيا كام، واكيد يعني معروف مين، خامس رودريغيز. يا الله كانت فرحه الصراحه مو طبيعيه، لانه كان اول لاعب ووك اوت بيطالب لعبه فيفا 18 الاسبوع الماضي، طبعا لانه ما كنت عم فتح باكجات كثير من قبل، فكان اول لاعب ووك اوت بيطالب لعبه فيفا 17. اجاني قبله ماتويلي واجاني كذا لاعب جدا ممتازين، لكن ما كانوا ووك اوت، كان اول لاعب ووك اوت مثل ما انتم شايفين.
فخلينا بس نروح وورجيكم قديش كان سعره الاسبوع الماضي. مثل ما انتم شايفين رحت شيكت على سعره، كان بحدود ال 100,000، يعني جاب لي وقتها بحدود ال 95,000 بعته، كان صراحه سعره جدا غالي. حاليا سعره انخفض شوي. وطبعا مو بس هيك، يعني ما خلصنا لغايه هيك. شوف مين اجانا، شوف جابريل خيسوس، يا الله على هالباكج. بجابريل خيسوس لحاله كان بيجيب وقتها بحدود 70,000، ولغايه الان سعره ما زال 70,000. مثل ما انتم شايفين ايضا رحت شيكت على سعر جابريل خيسوس وكان بيجيب بحدود 70,000 مثل ما انتم شايفين. فباكج كان اسطوري صراحه، 200,000 بهذا الباكج لوحده، هذا غير الباكجات اللي قبله. يعني الاسبوع الماضي تقريبا طلعت بارباح حوالي 300,000 كوينز، لانه طلع لي ويليان وطلع لي الام 4 وغيره من هالعقود وهي الشغلات. كان صراحه تفتيح باكجات جدا خرافي الاسبوع الماضي، وحتى هذا الاسبوع يعني اجانا بارترا كان تفتيح باكجات جدا جدا اسطوري. فيعني بس شباب هيك وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو عجبكم، بتمنى دعمكم بزر لايك واشترك في القناه اذا ما كنت مشترك. وطبعا جوائز السكواد باتل صح انه مو هالممتازه، لكن داخل الباكجات بيجي لاعبين خرافيين من الاخر صراحه. فبتمنى كل الناس تلعب هالطور وتجربه، صح انه مو مثل الفوت شامبيونز، الفوت شامبيونز جوائزه افضل بمراحل، لكن ايضا يعتبر طور جدا ممتاز. فيعني بس شباب هيك وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى دعمك بزر لايك واشترك في القناه اذا ما كنت مشترك. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، اشوفكم على خير في فيديو جاي، في امان الله.